باتريك سفير ولا بيوم من الايام كان سياسي او جرب يلعب دور سياسي. واذا مستعرض حتى كل تصاريحه السياسيه بين هلالين هي كانت كنايه عن تصاريح بالمبدا، كانت كنايه عن خطوط عريضه، كانت كنايه عن توجهات وطنيه عريضه، ما بيوم من الايام تعاطى سياسي. هلا قبل ما اجاوبك مباشره على السؤال بدي اقول امر كتار من اللبنانيين يمكن ما بيعرفوه، لانه كتار مفكرين انه بياخذوا علاقتي مع غبطه البترك باخر 5 أو 10 سنين وبيعتبروها انه هي هيك من الاساس. لا، بالفعل بالاساس ما كانت هيك. انا بتذكر اول ما استلم البترك سفير البطريرك سده البطريركيه كانت وجهات نظره مختلفه تماما عن وجهات نظرنا، واول سنه اثنين يمكن كان عندنا خلاف بوجهات النظر. طبعا هالخلاف بوجهات النظر ما افسد بالود قضيه باي يوم من الايام، الى ان فيما بعد صار يتبين تباعا انه لا، حد هالخلاف الظاهر بوجهات النظر في اتفاق على المبادئ العامه. ما هونيك ورايح التفاصيل ما بتعود مهمه. هلا بما يتعلق بالبترك سفير الانسان الواحد فيه يحكي كثير كثير. انا بدل ما احكي وجرب اعطي رايي، لانه البعض يمكن يعتبر هالراي راي شخصي او لاسباب شخصيه، انا بفضل وصف مباشره تصرفات البترك سفير بمرحله من اصعب مراحل مرق فيها لبنان، هي مرحله الوصايه بين سنه 1990 و2005. بهالمرحله استتب الامر للنظام السوري كليا في لبنان، ما بقى حدا عنده شك بذلك. اخر خطوه على طريق استتباب الامر للنظام السوري كان حل حزب القوات وحطني بالحبس مع مجموعه اخرى من القياديين القوتيين. واخر خطوه على طريق وضع اليد الكامله للنظام السوري بلبنان كانت حل حزب القوات اللبنانيه وزج بالاعتقال مع مجموعه كبيره من القياديين القوتيين وما استتبعها فيما بعد. طبعا اكثريه السياسيين فهموا الرساله تماما وصاروا عارفين انه اذا حدا بده يزيع عن الخط بده يكون مصيره مثل مصيري. وبتذكر كثير اوقات كانوا ينزلوا بعض الاشخاص تحت واسمعهم بعض اوقات عم بيحققوا معهم، هيدي على سبيل المثال للحسن، ويقولوا له شو ما شفت سمير جعجع شو صار فيه، انت بعدك عم تتفلسف او بعدك عم تجاهر او بعدك عم بتكابر. المهم بهالجو كله سوا جديا ما حدا بيعرف قديش صار فيه ضغوط من جهه على البترك سفير واغراءات من جهه ثانيه معه، اغراءات من كل النواحي من كافه النواحي، اقلها انه انطرح عليه يمكن 10 ملايين مره انه اذا بيطلع على سوريا يستقبل استقبال الابطال، وانه الاستقبال بيصير له مره ما بيصير لحدا، الى اخره الى اخره الى اخره. وطبعا ولا بلحظه من اللحظات ضعف البترك سفير، ولا بلحظه من اللحظات اثرت عليه حتى مجرد توقف عن ولا اي وحده من التهديدات يلي وصلت له او الضغوطات ولا اي وحده من ادوات الترغيب يلي انطرح عليه. انا حبيت اذكر هالواقع يلي كل اللبنانيين عايشينها مثل ما انا عايشها. انا بتذكر ولو كنت وقتها بالاعتقال، اجى وقت انه يوم ايه يكون في وفود شي من سوريا، شي من اصدقاء، مش اصدقاء، من جماعه سوريا في لبنان، وهن كتار طالعين عم بيكدوا على البترك تا 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 تا, تا. من رؤساء الجمهوريه بهذيك المراحل، لا قاده الجيش اللي كانوا يكونوا موجودين، لا مدراء المخابرات، لا المدراء العامين للاجهزه الامنيه الاخرى، لا سياسيين، لا نواب، لا وزراء، كل يوم على البترك سفير يا سيدنا بحبوك بسوريا، بركي بتطلع وبتعمل لك شي زياره، واذا عملت زياره بتعزز وضع المسيحيين وبتعمل وبتساوي وبتشيل وبتحط وبتحط. هذا كله سوا على مدى 15 سنه ولا يوم فكر حتى بالموضوع. الى ان سنه 2003 2004 البابا كان جاي على سوريا، غلبوا جعزوا يفوتوا عليه من هالباب، اما البابا فايت بس انت تطلع استقبل البابا، وما طلع استقبل البابا. طبعا بتقلي اذا طلع ولا ما طلع شو راح ياثر؟ بلا راح ياثر من الناحيه المعنويه، من ناحيه التمسك بالموقف. اوقات كثير السكوت وخطوات معينه اكثر بلاغه 10,000 مره من اي كلام ممكن يحكيه الانسان.
وموقف البتراكس فاير بهذيك المرحلة لهذه الجهة كان أكثر بلاغة من 10,000 خطاب كان ممكن يعملهم كل يوم عن امتعاضه أو رفضه لممارسات النظام السوري ونظام الوصاية اللي كانت عم تصير بلبنان. من دون أدنى شك بطريرك الاستقلال الثاني هاي من جهة، من جهة أخرى كان في يكون بطريرك الاستقلال الثاني بس ما يكون عنده صفات تانية. بطريرك سفير لا في عنده، أنا برأيي فينا نسميه من جهة بطريرك الاستقلال الثاني، من جهة تانية فينا نسميه بطريرك التجرد والاستقامة. بطريرك سفير كل الوقت كان متجرد عن كل شيء، يعني ما يوم من الأيام مثلا ما حدا منا بينسى شو اللي صار معه سنة 90 وقت اللي للأسف يعني فريق من الفرقاء المسيحيين هجموه بكركي واضطروا على انه يترك كركي ويروح على الدمان. وبرضه اول ما نفي العماد عون كان اول من قال انه لا يجوز ان ينفى رجل قيادي او سياسي او رئيس حزب او رئيس تيار من لبنان شو ما كانت الاسباب. وبالتالي جديا بطيارك التجرد والاستقامه ما كان عنده اعتبارات شخصية. في بعض الأمور بيعجز اللسان عن أنه يعني بحس شو ما قلت له رح يطلع صغير حد يلي حابب قل له إياه. مشان هيك بفضل استعمل طريقته هو واسكت وقل له الله بيدبر مثل ما كان هو يقول لكل اللي بيمرقوا عليه بالأيام الصعبة. وبالفعل الله دبر. وبدي اقول له انه نحن بأمس الحاجة لصلواته بهالايام البائسه.